وداد وعاد لمن عود ضام ديوم على حوداد وعاد لمن عمري جريون يا ديا عمري جريون يا ديا عينك هاي إذا حقلي كيعي القبيل تقولي خبيل إذا حقلي عمري جيت اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاوة وسمار ودن تي في وعلى ضغو برتم وعي قلنت برشدة غيبية ذي كردون وحان إذن الله يميالو بعد دنون دك جوتان وعن سلامي ورين وحانا كسما فاضم محمود آد بانكو سلامي وقبر سومالي سمار كاسين ودنين سما إيه الشيخ مكاوي عد لوقو سلامي سلك سومالي لما دكو انت سمار كاسين إيه تاسما عليكو سلام وكاها قادة الشيخ مكاوي آد بي آد بان كاها قادة وكاها مبا ما سنتك barnaamijyadeen waa ay gelintaa bulshada waxaan alaab u taaganahay hadii aan ahbaada Soomaaliya wadana TV in aan mar ugu shaqeyno bulshada Soomaaliyeed markaasna aan ugu shaqeyno waxyaabaha wadanida dalka iyo dadka waanfacay markaasna diinta waanfacay dadka waanfacay hadii aad aragto wadanid waa wax iskeenay diinta dalka iyo dadka ina jeclaato wax kale ma wadanid lagu sheegantaa soo waana dalka aad jeclaataa dadka aad jeclaataa ugu adeegta cadaalad ugu adeegta waxa dadkaadi dalkaad wax taray ma aha wadani ninka maalo baa qabiilada Soomaali caanay ma aha ninka wadani ma aha ninka maalo baraha bulshada u taagan in uu isagu waxtaa dawladda difaacay inuu dacaayo ma aha dawladdaadu waa dalkaada dadkaada ay naftaas xitaan dad ay qaldanto aad saxaysan laakiin macnaheedu ma aha in aad adiga aad bulshada qaybeed kale qaybna aad cayso qaybna aad amaanto wadanidu waxa ay tahay inaad marba aad ka shaqeyso wax bulshada dalka dadka wax taray diintaba مكاوش مكاوي ومدي أرسل عاونا وكسوق ترى لكن كول بنك وسكت ده إن شاء الله كول كده اللي قصوا وعذ إن شاء الله وقبلنا مقال كم سوق بكر هذا بعاقب مثل جن لكن ما قال يعني كم سوق بكر هذا دي الله هذا كده هذه هذا كم سنة من مرة بعد مسجد حد يعني سنة مية عاو وحيك وعن ما وح بريان برنا وحيك إيش أنت وأنا يلا عصب يلا بقى سمار كسو سيري وحيك إيش أنت سمار ودني تي في وحيك إيش أنت برا مشي وعي جنت وحيك إيش أنت عاو هسا ودني جا وحيك إيش أنت ولي هسي واي وايو كواس واي هولا الصوماليد اي ودنينتا اها الله نحرس جنتك وراب انت لمتب انت جرين الله عافيو لكن وحي نوغو تاقين وح تاريغة او شعبك الصوماليد قلبي انا كو قورين ما هو وحا اون اي ريب فنان كريب هز عيلا ووحير لكن هدي هسو اي من نقانا يسو حلال وحا حلال نوكرا هستا كنتي نو امانك يو دادك مدد اسايس haddii waa ay heeso in noqonayso xalaal wa laakiin uu meeray maartaa diinta ugu baraynayso xalaalnimo iyo ma hayo laakiin waxaan jeclaan haddii waa heeseeso in aad dhinaca wadanida dalka ee dadku wax taraaya in aad u adeegto taas ay feerana isla markaasina ay noqoto wax dalka dadka aan waxaan faa isu keenay umada kan isu keenay aw waxa insha Allah waa isku day doona insha Allah maadaama sanadku cusub new year waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad sanadku cusub waxaan ilaahay ka baryana in dalkeena dadkeena meel walba dalkeena ay joogaan
إن إلهي يكون أمد يولو إسلا مركز سنة يلغان أمد دور إن مدو ده سيونا يسن أولا جانغاد أو نقاط الدولة دالكو نبدرد وكبهن وحاقر كي إني ما أنت قدن بيس إن جمعة قبلا كان عيسرنتي أي ورقات عيسو سارت أيضو مركز الدولة ده لاي عين وجيدنيسم وحاقر كي أنا أقولي إن فرقلنتي أي سيابه هو سيء وصعوته لكن إن شاء الله ولا قد دونا وحاقر كي حقي ودي ده هي عاو مع السويس ده شو مكان وقص رامي هل كي أجوت الله كقول نمضي أنا إذا يوم ندرك سومالي نري هذا سومالي سمر كاسينا لأن أنت رسول الله تي همتي سومالي نمضي ودي ده كوا أبورن تاع ندرك سومالي سكوم متكين وليبا وحات هاي ندرك عد ندرك عن هل كير عد كده وحات كوا مرة همتي نري هذا سومالي إدر بجيب كاسين هذا كقول نحلو ندرك جلسن هذا نحلو هذا كلام العلم شو مكان وهمتي وحات هاي ندرك مرة ندرك سومالي كنت نكون باتعالى كل عمر مر بعد جودك جود هذا مزدحات أيام هواذ خصونا إن شاء الله ست توسع أنا وأوجرنا هواذ وحنرجعنا إن شاء الله هنا مركب قدمنا كغير برا برنامج ميت كم إذا أورنتي هذا برا برشيل عن واحد دك سومالين ده عنكو كلمت له كسره وسامي عيسى إنه شيء دونا وأورنتي هلو السلام عليكم أنا هلا كان واحد كسلام إياه ورالكي ديدي عدة ما شاء الله إيوه دمان ومدة سوماليين iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo mudane khayre ra'iisul wasaaraha dalka iyo ciidamada xoogga ee qaranka iyo waliba dhamaan waxa weeye shaqaalaha rayidka iyo bulshadaba iyo dhamaan inta maartay wadaniyadda iyo daljacaylku ay ku weyntahay waxaan leeyahay wareysta allah idin xafido allah idin dhowro cid kasta oo dalkeeda iyo dadkiisa u shaqeeyana waxa weeye ilaah subhanahu wa ta'ala riyaaka abal marinaya ee adduunku waa maalmo waxa ay joogno saddex waajib baa ina saaran waajib koowaad waa in aanu diinteena u shaqeyno akhradeena oo allah subhanahu wa ta'ala aanu waxa weeye nafteena u hormarsano qabrigeena qiyaamaheena waxaanu rabigeena hortagnaa tan labaadna waa in aanu dalkeena u shaqeyno oo qof kastaba inta uu dunida ku nool yahay oo dalkiisa u adeego dadkiisana u shaqeeyo iyada oo ninka kastaa uu shaqada meel ka hayo kan madaxweynaha xilba saaran ra'iisul wasaaraha xilba saaran ee culimada xilba saaran wakiilada golayaasha xilba saaran ciidamada qalabka sida xilba saaran warbaahinta xilba saaran cid kasta ilaa maamada ayaanyada kada sa xilba dalka ka saaran sida ugu waxa loo baahan yahay inaynu dalkeena aynu dhammaanteen u wada qabanno nin kasta wixii karaankiisa u qaban karo sidoo kale waxaa loo baahanyahay inaan dadkeena u shaqeyno oo faamilkeena u shaqeyno hooyadeen u shaqeyno walaalaheen u shaqeyno xaaskeena u shaqeyno umadkeena u shaqeyno oo waxa weeye dhammaan inta qaraabada faamilka eerta iyo habrada iyo aabti iyo naadeer iyo habreed iyo walaalkaaga abaartay adeerkaada intaba aad u shaqeysid baa laga rabaa saddexdaa shay qof hadduusan noloshiisa inta uu nool yahay uusan ka shaqeyni waa qof ku khasaaray ama ku fashilmay baan oran karnaa nolosha iyo imaashihii adduunka uu ilaahay keenay because adduunka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo keenay maqsad maqsadka koowaad waxa weeye
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإن العبادة إلا إله سبحانه وتعالى تفتكر إنه إله إنه عبدنا جن إنس وإله وحكنا وعبادة ترى لبعض إنه أكتشوا إنه وحوي نقول إنه ضد كأنفع صح حي نبي غيري وحوي خيركم أنفعكم للناس قفك هذا ضد كأنفعين أو مد هذا أنفعين صح أفكار هذا كو أنفعين أقول هذا هذا كو أنفعين صح فضل أي أذيك بالشدة هذه وباهين تعد كوعي كل السد ولكن دي تعد خير الله سيء أو خير هذا قصة جيدة ومسك هذا دي علمي هذا دي هذا أجل الخبرة هذا ضد كات قصة إيش مش جلسي بجاهل باطح هذا خلق هذا مرق هذا وحمة شعب كات جاهل باطح هذا قلم كيو برشل بروفيسور نمرة إيو شهادة أبقات بيتشيلة على دل كات كهر مرن فايد جاهل باطح استأوذ واحد لعب هاي دمان تيجي إسكاشنا أدون كوينا كتري عالم كوالينا كهر مري قدام يدرس كوينا كديرية والينا كمارة واحد ويمان تين عقلي علمي بطي سينو دت كبار لها وين كشقينا سينو عالم كوتيك سنا لها وين كشقينا سينو دل كان أخر مرة لها وين كشقينا شيء في أساس ين هاي مان تين كتري واحد لعب هاي إنه كذا بطرنا هاي من مثل إسبيدي قرحية يدبات يجبات يوح كستو لمادنا مرنا بقينا نسبيتنا لغبا على واحد لوب بعيا إنه نطلع كنا أول برا ذينا إنه نطلع كنا أول برا ذينا إنه نوشة أنت إنه نون هاي لحد أن تضبط القفص تبع أنت أوتشرو صح القفص إحنا ردو مل وقارسيو تبي ما أنت وحوية لأنه كف عيد سلها أدون كان هدف إن أنيمي في إلهية في بشر كبا لا والله والله إنك هذا إن شاء الله والله الله عز وجل ما كورت وما صنت ما ذاك هجرتو وحنج على الله بل إن أنا فتح أخن أد كويت جات شو بكو حد عن كوتا أنت بدن أو أنا قام كوبر طيب برشة سمعنا يكوت قان إن أدل كجيل عسنا أو هذا شو سمر كان سنة أد ولي بقى لتك أد وصبر صبر ولي بقى وأما اللي بعثلو يمكن جرا إن أد كعن ميدك أنت بدن أوفيس لتك سمعنا وحنج كوبر تين أو ما أنت أد برشة سمعنا يد كوبر تين أو برا برشة وأد ولي بعدي قول استعمالي إن أدنا عاد أغلى عاد حوج عاد أقونت عاد أد جلسي وواحد شعبك سما أبال وين كوه يعني لكن واحد جرى ضد ما أنت نجع قوم بدن يعني عادي قبل نجع قوم بدن لكن هدنا أنت بدن وقعد سنة حوج إلهيسي عظمتك إلهيسي أقونت إلهيسي إن ضد كود ضد كود كوب البريان إن ضد كسومالي سكدران إن بيلا سومالي سكدران إن ضد كسوماليات أي سمايان إن دور نمدود ومارتس دي عم نقول فسران عاو مدعوني هدي المغلط صار الآن مدعوني وحقو ما أنت قبضك الجدي والله العريا مينته وحا تصوالها ندك عريانك او ما تبرت اي مدحين او سو بوقد وحا لا دغى حمان با لا دغى عاي ولا دغى وحا لا دغى مدحوني ددك لو هلا او لهد وا كوي لو هلا مخو كدور معناه هادلكي نولشي با وحا تا وحا لا دغى وحا نيجاتيف تا با ايا با ددك تلاب كاستو او وح وناسن او هره لو قادو صور خوني معناه حمان با لا بخيرا ددك ساس الهي اقلي اي خوغ اي سمع الهي سي او ادغانا اني برشدي دينتي ددك كولا دلان ددك ساس هي محيل داما كو مدا فيل كولاين دك او مالو بري دك ديغود خلاشني محيل داما كو برشو اسكو درا او واد غران كرنا او دك امدا هدي افكادي ادينكا امدا كا هل كا امن هل ويسو حد الهي قران كيسو كو قفت اسلام كا وحيت وقف ادينكيس امن افكيس لا عمل هلو مركا دك نو عاسا تبرتود اغلغودا اي مانتو اديكسانا بره برشو تصارحان كو انغا لاميدا بره برشو دو اديغنا دينا خن او دينا عصم با ادو اديكسنين كو ساسا او وليبا مرقاتي اي كنوقانايين هادل كود اديور مرقاتي اي كنوقانايس ما هو مركا عاو اني دقدس غرغي دخيس كو تارا مركا عاو كهلايو اي ان غرودو دان ان لهلايو اي ان عاو الشعب كسومالي ام الدين الاسلام كو خيسن لكن ان شعب كسومالي دخدو ان ديو مخاي دينتو قبطا مخاي س قبطاسو شعب كسومالي ككسب كرا مخاي س ديغا قبطاسو وي سيشا وايضا بدن تاسا باتي لين ولا روحوا يري أبوانكي ولا كي بيتعدوا في يري أبوانكي بتكلم أبو تشيليو وحاكرة بعد مرة مال مها درارها بعد عاد أرصبة وحسك العقاتة مكي تيب كذيب كذا وجبو يري أبوانا كم مع ماي وحسك العقاتة مكي تيب كذيب كذا وجبو مكو تيب كذيب كذا وجبو diibka oo gabo marka dadka waxa jira inta aad xilka haysid ama aad madaxda tahay ama aad dhaqaalaha haysato dad waxa jira markastaba ama ku daba dhigis noqda oo adiga ku adeega oo dhacdhacaaga urursada waxaana jira dad inta aad adigu laban tahay
oo aad ilaahay maartay dhaqaale iyo caafimaad iyo xikmad iyo xukun aad haysatid xaq iyo xaqdaro wax kastaba waxa weeye kugu hiliya. Sidoo kalena waxaa jira shaqsiyaad daciif ah oo la adeegsado oo ah duurnifac. Marka waxaan kuu sheegayaa dadka maanta lasoo adeegsanayo oo shaqsiyaad gaar ah ama cid gaar ah ama madax ha noqoto ama culimo ha noqoto ama siyaasiyiin ha noqotee u soo gelaya in ay dhaleeceeyaan shaqsiga xukunka haya ama madaxda ah ama culimada ah ama weeyaha ah si ay ugu maaragtay faa'iideeyaan qof kale oo qofka ay hayaan ama xisbi ama ha noqoto ama siyaasi kale ha noqoto ama maamulo kale ha noqoto dadka horta iyaga ah hadalkoodu waxaa la yidhaahdaa qiimo ma leh dadkaas dad la qiimeyn karo ama hadalkoodu uu noqon karo hadal cid saameyn kara maaha because qofka dhuunifaca ahi walaal ma yaqaan qaranimo ma yaqaan madaxnimo ma yaqaan ma yaqaan hadalka iyo maarata boontiga uu ka hadlayo waxa ay saameyn kadho ama wax ay sababi kadho mana yaqaan faa'iidada kasoo geli kadha inta ay leegta iyo khasaaraha inta kasoo geli kadha. Marka dadka caynkaasa horta waxaan oran karnaa waa dad iska maaragtay alyoonkooda iska raadsado oo hadba maalinba meesha ka bisishahay ama maalinba hadba markaa ladan ama hadba markaa xilkaxaya waxa weeye u shaqeeya. Marka waxaa jirta dad iyagu shaqsiyaada oo madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo dowladda si toosa u taagaba jira oo loo soo adeegsado oo baraha bulshada soo gala oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel dad weliba adkana qaalid baha ay ku jiraan. Nacam, haddana saasay tahay xataa dad wariya dad wariyaal waaweyna waxaa ku jira dad wariyaal waaweyna arrintaasaga ah dad waxaa ku jira wariyaal waaweyna oo mediaha shuruucda mediaha yaqaana oo inta caadaystaba marwalba dhaleeceynta ama wax dhibaanka iyagoo wax dhisi kara adigoo wax dhisi kara iyagoo xataa haddii qalad jiro qaladka aniga axmed waxaan ahay nin dadkiisa u dhaartanahay ha yeeshee iyadoo saas aan u dhaartay ayaa haddana qaadka dowladdu haddii qalad uu jiro ayaa si quman oo asluubeysan ayaan u tilmaamayna. Tusaale ahaan askarigii baa wax dilay, askarigii markuu wax dilo askari wax dilay dowladdo dhan shaqo ma kulaha. Askarigii in nidaamka la baro xuquuqdu le xuquuqdii la baro caafimaadkiisa la fiirso waxyaabaha ka hadlayo waxyaabahaas oo la rabo habka askarigaas laftiisa in la ilaaliyo maadaama qoriga waxbadda uu riday horta caafimaadkiisa sidee weyaa ninkaasi wax dilay tababarka uu qaatay si intee buu leegay ma ah in dalku waxa waa dal in laisku kakaba loo baahan yahay waxyaaba badan qaladaad ayaa soo bixi ayaa arkaysaa waa alra wixii adaa iskale toosiso laakiin caawa haddii aan tusaale ahaan guriga reerkeygu caruurteedu qaar ka mida ay xun yihiin haddii aan deriska maqashiyo maxaan faa'iidaho keen mii sheegi kartaa haddaan ceebtii baraha bulshada dhigo oo maalin walba aan madaxda ku dheganahay oo maalin walba aan taaganahay qofta dadka saas oo kalaa oo bulshada dhexdeeda isku dir iyo iska horkeen lafteeda keenaya waxaa weliba jirta xeer waxaa jira qaynuunka yurub dhaha ee dadka qaarkood waxay u badan yihin yurub ay u badan yihin maraykan haddii lagu dacwooyo dacwo saas oo kale oo bulshadii reer yurub iska horkeenka qaynuun iyo shuruuc dhigaysaa jirta haddii qoftaasi hadallada qubiidooga ay dubto loo gudba hay-ada ammaanka waa waxay xarig iyo muddo iyo ganax ku mutaysan karto sababta iska horkeenka bulshada aad iska horkeentaa waa dembi weyn ay ka tahay yurub dhexdeeda marka ama gef aad u geftahay waa la dacaydeyn karaa shaqsi laakiin habka loo dacaydana shaqsiyadiis lama dacaayeyo dacd waa arana mala donald ha marka dadka saasa oo kalaa ha dadka saas oo kalaa waanad ugu dambaysa balsiba iyo waxa ka dhileedba walaalkay horta aan allaha ku barakeeyo horta waxaa jirta shaqsiyaadka markastaba aad ka sheegaysid hadda selefka ah aniga adigu uga warramayn iyagu u fadhiya saxaafadda ama baraha bulshada in ay dhaleeceeyaan madaxda iyo mas-uuliyiinta horta anu hal dardaaran baan u sheegayaa shaqsiyan hadday ku qanci karaan ama ay aamini karaan hadalkayga aniga oon wada taqaaniin beel ahaan itaqaaniin gobol ahaan aad itaqaaniin shaqsi ahaan inaanan ahayn nin soomaali waxa weeye kala hegsada aan ahayn nin ummadda u dhexeeyo gobol gaara soomaaliya udoodimayo oo kunolihii waad la socotaa qabiilada ishaya ee xilka iyo madaxda maanta soomaaliya u tartamaya anuu nina maaragtay garab siimayo oo waa ii wada simayihiin dad ii wada dhaxaa weeye shaqadayda iyo anugu personal yani shaqada aan qabtaana waa samafal oo waa mid international meel kasta iyo gobol kasta iyo maamul kastaba aan ka qabto iyo mana kala sokeysa soomaali laakiin waxaan kuu sheegayaa aniga shaqsiyan nin xildhibaan ah
oo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaan isku dhacnay. Waad ogeyd Soomaaliya dhan baa ogeyd, maxkamadaha iska furnay, dhibaato fara badan baana dhex martay. Saas ay tahay awood marka anigu magihii ama damiirkaygu ima siinayo, maadaama shaksi aan anagu ishayno oo aana qabiil ay naga dhaxayso oo caawaan ogahay noloshayda haddii awoodi karo, awoodi karo. Bal uu sheegayba uu yiri ninkaas anigu qalin baan ku jirayaa, qor dilimayo qalin baan ku jirayaa, oo nabad iyo nolol ka tirsan yahay xukuumadda uu ku jiro, golaha wasiirada oo haddana uu ku jiro golaha baarlamaanka. Haddana saasay tahay damiirkay uma sikinayo inaan dowladdii iyo madaxdii iyo maaragtay hor socodka ummadda Soomaaliyeed inaan shaksi aan ishaynay dartii aan la kasoo dowladdii mucaaradu. Nacam. Damiirkaygu uma siinayo. Shaqsi baan saynaa, shaqsi baan saynaayo dowladdaydii qaranka ismahayno. Telefoon farmaajo, kelmadiisa farmaajo, farq markii aan soo gaabiyo horta waa faraj ilaahay ummadda usoo diray. Waa faraj, farmaajo oo waa faraj oo ilaahay ummaddan uu usoo diray weye. Khayrana waa khayr ilaahay ummaddan usoo diray. Farajka iyo khayrka ummaddausoo diray. Anigu shaqsi aan sayno oo xukuumadooda ka tirsan inaan ku taago, ku ataago marka aan ku mucaarado ama isdhoonnimo aan ishaysaan baa dowladda ku jira ha dhacdo. Waa ii damiir xumo, damiirkayga soomaalinimo ee guud iyo wadaniyadeeda guud bay dhaawacaysaa. Shaqsi aan sayno dowladda ismaano. Laakiin dadkan mucaaradka ah ee markasta dowladda mucaarad iyo amcaaya waxay ka mid yihiin dad xildhibaanimo u tartamay oo waaye ama dad siyaasiyiin xilalka hadda dowladda jilaa ka haya oo imaadeertooda waxa weeye xil ku raadinaya oo doonaya in dowladda ay dhacdo si iyagu ay xilal uga qabtaan. Sidoo kale waa rag lagu siiyey laaluush ama dhaqaale ka qaata shaksiyaad mucaarada iyo axsaab mucaarada oo iyaga maalgeliya si ay markastaba cadhiidii aflagaadada iyo xumaatada dowladda u sheegsadaan. Dhanka kale waxyaabahaasoo dhan marka waxay keenaysaa in adiga shaksiyan damiir xumada in adiga shaksiyan kusoo noqon karo inaad tahay shaksi aan lahayn hadaf iyo maqsad, kartidiisi shaksiyadiisuna ay daciif tahay. Mar haddiiba qof ku adeegsan karo oo qof ku oran karo like soo gal oo qof hebel ama maamul hebel ama madaxweyne hebel ay haddiiba lagu oran karo oo aad yeelaysid oo amarkiisa qaadanaysid, qofkaasi waxay kamid tahay inuu yahay qof aamul jirinba oo ah qof maaragtay shaksiyadiisu ay nuqsan tahay. Waxaa loo baahan yahay qof kastana shaksiyadiisa ilaashado, damiirkiisa guud iyo wadaniyadna uu ilaashado, oo u socodka ummadda Soomaaliyeedna uusan mar kasta wax weeye uusan uu ka hormariyo tiisa isaga inuu ka hormariyo tan ummadda Soomaaliyeed. Shaqsigaas haysana dowladda ku jira ha u mucaaradin dowladda, ama shaqo laga cayay darteed ha u mucaaradin, ama dana gaara reerkiini qabiilkiini ay ka waayeen meesha ha u mucaaradin. Tan guud ee ummadda Soomaaliyeed fiiri, wax kula dardaarmaya marka dadka inay ilaahay ka baqaan. Waxaa yidhi ilaahay subxaana watacaala oo qur-aanku wuxuu ku leeyahay waatiicu llaha waatiicu rasuula waulil amri minkum. Amriga ana maanta cidda xilka haystaba inoo ah maamul kasta iyo gobol kasta oo Soomaaliya ay degan tahayda meeshu doonaa ahaadee. Kan Muuse Biixi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa madaxweyne qaran oo Soomaaliland jooga, waa waxa weye weli amarku ummadan u yahay. Kan Puntland jooga waa maamul goboleedkiisu u yahay weli amar. Kan jooga Jabuuti waa madaxweynaha Jabuuti. Kan jooga Xamar waa kadaalig. Mid kasta marka waxa loo baxaya qoomka iyo dadka iyo ummadda maamulkiisa hoostagaay inay adeecaan oo ay ku adeecaan wixii ilaahay uu faraali kayo. Wixii kale oo qaadada uu galaya ee ummad iyo cadaalad iyo culimo iyo shacabku ku yihiin waxa weye kulad iyo qorayaal baa jira kala xisaabtamayo. Laakiin wiilka ama gabadha Facebook soo gelaysa ee iska qaytamaysa waxa weye waa man dakala maala yacni laqiya maala yardi ya rabtu maana. aad baan ku salaama, waana maadsan tahay, waana aada saad weliba dardaan ka fiican oo aasaysay. Gabagabadii waxaan rabaa bal inaad caawa maanta bisha ko waaye happy new year ayaa ugu jira taariikha kaa qurmaysa 2019-ka rajada aad qabtaa dalka maxay tahay bal 2019-ka? Wallahi walaal, rajada aan qabo waxa weeye anigu oo idinku haysa horta waa marka koowaad ee in ilaahay subxaanahu watacaala oo ummadda soomaaliyeed sanadkan tagay dhibaatadii dhacday iyo mushaakilkii dhacday inuu ilaahay ugu bayo ama ilaahay ugu bedelo sanadka soo socda wax khayr oo ilaahay bedel khayr qaba uu siiyo. Tan kale aan u sheegayo waxa weeye waan mar kastaba waxa weeye dadka aan kala hadlaa oo damiirkayga insaaniyad markaan ka hadlo aan rabaa in ummadda ku baraarujiyo in sanadkan cusub uu noqdo sanad qof kastaba uu xorriyadiisa helo, qof kastaba uu nolol cusub helo, qof kastaba isbedel wixii horay uu tegay iyo wixii uu ku jiray uu ka baxo. Tusaale ahaan waxaad jirtaa dad walaalaheena wadantu ciishay oo duruuftu ciishay oo ku jira xabsiyada waxa weeye waaweyn ee dalka, dadkaasi qaybo ka mid ahay waa lagu ilaawo, waxay ku jiraan in ka badan 7 sano
سيدات سنة مركا كيس تنبيوت كوري ورستيدنا وحي كوشي غياني إن أي سو غلين كيس أه موبيل لغو قبطي وغو حكومة خلية تنبيوت كوري أنا هين لكن شن سنة فين كوري ودومي وهلك أسكي جتنا وإي سنترين إدد ودبقى شيء يعدد كحقوق دودي وحوي إدد ودى إي سنترين أنا وكأورك مكاو فنديشن عدام معي أنا معي أورك سمطلياشا وحوي أمد الصوماليات إلهي سبحانه وتعالى أصدري وحن حوق صارنا أو عن مركز عنو عنو جعلنا هاي إن عن مركز تبادل كبين يرفع يا دروب في السن يا دروب كيف كاه يا أبو ما ها يا محبوس ده حسيت كتير آه يا هو إذا درب لي يعني إذا كنت قريسة ولا جيبي كبيري ولا تدوا أروى برو وجوته إن عنو تتكع كفرحنا إن عنو تتكع عاونا إن عنو رش روح كبدنا وصار هم كوس كيودن بي عشان ده هالقيسة وحا أي أحيان تد ولا لي مركلي وجوته وحين كقول ما يعبد يهوي يسد حرولة كذلك والناس عتابات يعني مدة صار يدفني لا هي وسخر السماء فلا يعشي وكل جوار كيف يصير كرتاي الله حافظه وحنا اللي جبت لنا لوش روح بدن كل بان الله نسي اختفنا والدي ما كنا نواش عضو في عند كل يوم إحنا كنا من غير حفظ إذا أول روح مدة صار ومدة صار يقدر دارني ما أشيريا سنة تأسر الصوص على إن شاء الله بإذن الله تعالى سد الويل وتلقى كذا ومدو أي هرمار إيا مارتي نجمة إيا فرسونة إيا لاتماضو تدخل إشوه إلى تناسره قضاء الذي يبيرها إسحي اللي هشيسية وعمو الذي يقوب الذي يحب كسته وملاح المسؤولين أي وحي أي جامعة يسقط سطوه سدو أقرانا إن الله تختمه تارك المتاركة إيا أملاح أعلمك لما أنت إنا كتغي مكبضان صدق صنع إنا كوحوية وإنا دي أما إنا كهرماري أما إنا كتغي إنا نفكسنه ويمقدر تغنو عالم إنا كتغي ومدونا أي وحوية إنت ونادع أي مركز تبغى نبشك على حوض ويه ما كان دبلور إن شاء الله صحيح الله يعزك شو ما كاو ما هذا كه جرتوا يقولي وحن كايم هاد علنا هوش صنفل كا هنتي هول عاد بحد سمركز أنا عاد هول هذا لنا عاد كود عادي أو يقولي بعد هنتي بدك سوالفين هنتي أي سفيع كورة صغار إله أجر حسنا كاسيو واجب قرن واجب سومالنما واجب سلالنما إذا قدرني سواء أنا ما سنتهي بحر جدا رياضة إنه نور نور موضوع طلقوا الموضوع سنة كان سنة وقف عن إنه صلاة وقف عن الله يكرهه وأنا ما سنت الله يعزك أدي هذا ما سنتهي هل كنا يا برامج كنا نوصل عضونا إن شاء الله ما له قال شو مكاوي أيوة هرمتي وأحسن مرس صام فرس ماليت شعب سمالي وحوم باغينا مرس هاي مرس هاد مر لبات مرس دعات مر فرد وحنا كعسنا هنا هي هذا صام فرك شو مكاوي إن أو أهيد كلية رنتي شعب كصوماليات ده كلية توليبة آدي آدو وصام فش إني شعب كصومال غيب كقاطن إذا مر كاسنا بيش كيسة لحر إلا سمعان يو مارت فيسبوك جسوا سيد ده كصوماليات دباتيسن أنا هل كير أيو يها عطس أنا قلنا هالدبا وحنا كسين حرز لنا كعسرنا مرة سيد حدي مرة فرادي مرش نادا إن هاد شمكاوي فونديشن إن الجرب سيو أنت تبرتينا ويقولون أن هناك أيضاً يوروبي أمريكان جوغا وأن هناك أيضاً وأن واحد وأنا أستنس دقة جاري بركة ديغوتو ويقولون شخصي نفتي أبس وواحد وين أون هيليكن شخصي دباتي سن ما لها لا تابتو أبا أنا أقدر أنت أدرين كي كعسوا عكمير حبسي هذا دادك فيروشو سولومين دباتي سوغا لحان لو باغ لاين لمان ما مولا دالك جرور نعيدو كردونا أعلان إن حبسي هذا دادك جرائي دب لوغو نغو dibna loo soo feerishooda dadka saasa ee macna yar u xiran ee xarig yar ama tuugays yar u xiran in kiisaskooda la soo gaabgabey waxa ayaan daraa wiil mobile xaday in lagu xukumo xataa sanad wax ka badan waa qalad maxaa waxa la feersha xataa qofkan xataa hadii lagu shaqeeyo imisu soo saari kara mobile kaas waxa uu soo saari kara saddex bilood kama soo qabo marka aniga waxaan dhiilayn ma dhiiri gelinaa dambiyada laakiin shakhsi wax tirla umad wax u qabalaa ama ka tooba keenlaa haddii aad adiga ku sii naciso noloshiisa bar aad dumiso oo shan sano xirto hal mobile gatis oo wax laga xunyahay waxaana soo jeedinaa in maamulada dhammaantood xabsiyada ku haysa waraaqada waa la xisaabinaa dib u noqda oo hubiya dadka maxaabiista ee weliba dadka maxaabiista ee ku xiran waxyaabaha aan xataa la hubin ama waxyaaba runtii xukuno ee dembiye yar inta soo galay ama dembi wey xataa haduu soo galay laakiin aan haddana lagu xukumayo wax aan ka fiirsanayn waxyaabaha haddana askacad waxaa ka mid a tuhmada qaarkood oo waxyaaba dembiyada qaarkood oo dadka iyadoo cadeyna looyin xukun ku dhacay waxaan dhihi lahayn in dib looga fiirso waxyaabaa noocaas dadka xabsiyadood soo dhamaystana waa badan yihiin oo feelashooda iyo dokumentigooda la waayay fadlan waxaan ka codsanaynaa in dadkaasoo kalaa dib dad loo saxo hay-adaha human rightka wargeysyada dadka indhadgarta aqoon-yahanada dhammaantoodna waxaan u baaqaa dal gudihiisa in ay sameeyaan
bal inay u ilgaar ay ku eegaan arrintaasna lagu soo jeesto oo le dadka masaakiinta maxaa waxay fiiri boqol qof oo aad boqol qof oo dembi galay oo dembigii ay galeen ku fakaday waxaa ka xun adigoo hal qof oo dembi aan lahayn dembi u yaal bal fiiriya boqolka qof oo dembiga gasha hadday dembi inta galeen aad dembiga aad ku weydo ay fakadaan dhib ma aha waa qaacido saxa waay ma aha aayad maa laakiin waa qaacido saxa sababto ilaahay muxuu neciba aad dulmi neciba dulmigu neciba marka dulmiyay noqonaysaan shaksi hal qof inaad dulmiso ayaa ka xun boqol qof oo dembi galay oo dembiga aad ku weydo boqolkaas haddii aad dembi ku weydo beri ayay haddana dembiga soo galayaan hadduu tuugaa tuugan ma kale soo galaa maalinka dambe aad gacanta ku dhigaysaa marka ani waxaan soo jeedin lahaa yaana dulmi la gelin dulmiga waxyaabaha dalka dhibaatada maanta 30 sano ku jira ay ka mid tahay waxaan soo jeedinaa dowladda maamulo dalka jira meel ba ahaado xata ahaado maarata maamulka soomaalidu ay degan tahay ethiopia ku yaal ha ahaado dadka xabsiyada ku xiran waa arrin aad muhiima waxaana jecl ina habeen kamid habeenada kamida aan soo qaadan doono insha allah si aan dadka soomaaliyeed u xusuusino si arrintaasi mawduucaasi runtii shimakaawi maadaka gaarto way xasuusiyey waana wax in laga wacyigeliyo bulshada iyo madaxda dowladda looga wacyigeliyo loo sheego loo baahayaan hay-adaha garsoorkuna ay dib usuu saxaan maxaa waa qalad waa la geli karaa laakiin qaladka sixitaan la-aanta ayaa xun war qalad waa la galaa laakiin haddana sixina ayaa kuxunta haddana sixi maxay nama tahay inaad u qaladka halka ahayd waxaan insha allah wacyigelintii halkiina iyo noga socota insha allah halkaa markaana maxaa noo soo qabana insha allah waxaan noo soo qabana bal ina dhegeysa bal wadaniga halgamayo ardan kula socdaa jira wadaniga halgamayo horar weeraraa jira wadaniga halgamayo ardan kula socdaa jira wadaniga halgamayo horar weeraraa jira isticmaar u heshe midun guri sabtaa 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 jira afni shar in hudaya bajira hududiyo afni shar in hudaya bajira hunnu hunnu waxaan jiriin halabuurayaa jira hunnu hunnu waxaan jiriin halabuurayaa jira waxaan jiriin halabuurayaa jira hunnu hunnu waxaan jiriin halabuurayaa jira halabuurayaa jira u ka dhiganayaa jira sayno habuushaan buu qurinayaa jira
gaartay yadiba iyo halka si badan ayay iman Soomaaliyeed ee hawladi hore ah isla markaasina haysii wacyigelintaha weli waxaad moodaa inay hadda waqtiga hadda taagan yahay ee ka hadlayaan waxaad arkaysaa wacyigelinta ay noo soo abuureen fanaaniintaas u maleynayo fanaaniintaasi una haysa wacyigelina ama damiir dhaqaajina inay leeyihin waxaad arkaysaa haysaha wadaniga wacyigelinta ee sameeya hawladi waaberi heegan halgan iyo iftin oo ah kooxii runtii dalka soo jiray in dhaxal fiican fanaaniintaas ay ugu tageen soomaali maxay tiraa dadna waa dadna waa dadkii hore hadalna waa intuu yiri haddaba intaas keliya kuma sina barnaamijkan wacyigelintaas waa sanadka cusub habi new year aan leeyahay 2019 bisha january daqiiqada kadib insha allah waxaa 25 kadib saacadeedu waxay tahay 23:36 saacadda saacadda xilliga yurubta galbeed marka laga reebo ingiriiska ayaan inta kale isku saacadda yurubta galbeed marka waxaan dhihi lahaa in dhammaantiin wacyigelintii bishii labadeed ayaa waxaa soo daqada kadib marka waxaan jecel inaan ka hor dhameeyo barnaamijkan oo aan ka hor aan dhameeyo taa waxaan u yeelaa inaan ka dhigo kan waa xusuusi koowaad oo ah sanadka oo maadaama Soomaali Wadani haddii aan abaada t v Soomaali Wadani waxa uu soo jiray 3 sano bisha January 3-deeda ayuu wuxuu noo buuxinaa 3 sano intaba waxaan baahinaynay barnaamij wacyigelin shacabka Soomaaliyeed qalbigooda dejinaya isla markaasina u tilmaamaya dhinaca wanaagsan annagoo marba dhiirigelina ammaanka horumarka nabadda iyo wacyigelinta ku tacawda si looga fogaalaha waxyaabaha dadka bulshada Soomaaliyeed kala dhaqaajinaya isla markaasina lagu taageera dowladnimada lagu taageera horumarka dalka
si dadka Soomaaliyeed ee 30 sano aan helin wacyigelin aan helin ee helay wacyigelin lid ku ah horumarka wacyigelin lid ku ah nolosha wacyigelin lid ku ah barwaaqada wacyigelin lid ku ah isdhexgalka wacyigelin lid ku ah isboortiga waxaa jira wacyigelin khatar ku ah shacabka Soomaaliyeed taasoo ah amni darro ka shaqeynaysa taasoo ah diideysa isboortiga diideysa isdhexgalka diideysa marka taasaa jirtay waana waxaan keenaya dagaalada sokeeye iyo dowlad maamulada dalka jiray iyo dowladii jiray waana awooddeeda lahayn iyo waxaa kaloo jirtay lafteeda dagaalada sokeeye maxaa waaye waxaad dareemi kartaa wiilka 30 sano waddankan maanta la soo jirka maxaad qiyaasi kartaa aqoonta uu leeyahay waa aqoon aan manhajka wax ku bartay aan manhajka soomaali ahayn markow waa midda kood labo midda labaad oo meesha ku jirta waxa ay tahay wiilkan wuxuu ku koray dagaal bay-ad dagaal sokeeye u ku socdo wuxuu ku koray xasnimo ciidi cuqdo heer hebel haddaan heer hebel iska xidhin heer hebel intaas laga dilay heer hebel waa dad xun waay marka isaga qabiilku korsha unba positive oo malaa'ig wada oo dahab laga dhigay inta kale waxaa laga dhigay qabiil kaloo dhan waa luxmeeyey qabiilka inta kaloo dhan waa luxmeeyey marka ayaga waxaana dhalinyarada saas la geliyey manhaj xun iyo bay-adda uu ka dhexlay dhaxal xun marka labadii ma haysto marka ayaan daran ku dhacay masuma dhicin waxaa kaloo meesha ku jirta taariikh dalkana ma haysto saddexdaas baa isku heshay marka wiilkii waxa uu jecel yahay wax negatif wax dhibaato ah dagaal conflict iskhilaafaad qabiil cuqdo wax marwa isjiiraya isdhinac yaala isdilaya wax un aanan nolosha aan marnaba ku qurbandeen ayaa wiilkan qalbigiisa ka buuxda wiilkan meel yar haddaad ka tira ama qabiilka wax yar ka sheegta uu ka dhashay waa isdilaysiin wiilkan dowladnimada wuxuu ka yahay cudur xun ayaa laga geliyey dowladdu waa saan dowladdu ah waxaan dowladdu saani tahay dowladdu waa gaalo fil xunaa la geliyey dowladnimada ayaa haddan lidi looga dhigay nabadgelya lidi looga dhigay waxaa haddan la yidhi oo haddan ugu sii darsan nabadgelya makaadli karta haddii aad ka hadasho waa la cabso geliyey haddii aad ka hadasho afaaraas dhibaataana ku imaanaysa marka dhaxalka wiilkaas hays waa maxay marka anagu haddii aan anagu intaas markii aan soo aragnay baaritaanka siraashka aan sameynay oo aan soo baaran intaas maadaama aan wax bartaba ay tahay baaritaan oon soo ogaadaba inay bulshadan ka dusan tahay wacyigelinta xaggeeda ka dusan tahay oo inaysan manhaj intii waxbarasho yeesha tusaale ahaan sidaan qiyaastii axmed haddii aan ahay waxaan leeay 10 wiil oo soomaaliya 3 qofood waxbarasho ka aaday iskuul ka aaday 7 kale waxaad iskuul mayn aaday gobolada soomaaliya dhan tag sababtoo ah ma awoodi karaan 7 kale iskuul ma awoodi karaan marka 7 meel 10 haddii xaafadaana waxaa laga yaabaa inay 4 guri ay qabaan 20 wiil ay qabaan 20-kii waxaa laga yaabaa marka inay 20-kii wiil 60 wiil 60 wiil ay ka aad iskuul inta kale maxay qabanayaan derbiisaag waa inay dembi galaan in weliba si sahlan loo duubsado qolada naxariislaawayaasha ahay ay ku adeegtaan si qaldan loo geliyo dowladnimadii soomaalinimadii laga fogeeyo wiilkii dalkiisa lagu dilo wiilkio qarxaya kusoo galaa marka wiilkio qarxaya wiilkio qarxaya oo biibaya aa kusoo galaya wiilkio ku dhahay adii laftaa aabba iyo hooyo jana idin hadaa dhahay war janaad adugu aa noo raadini janaan adugu nooma haysine aabbe cagaan u kareg aabadaaba janna u baahanba aabba bis waayo wiilkii adoogii habarta xataa waa ayga laftooda hawada la galaa marka wiilkiiaa saas wiilkaa lagugu qaxinaa marka bamba adiga lasoo tuur wiilkaada ah marka wiilasha 16-ka 20-ka wiil oo ay ka aaday iskuul ay ka aaday 12 derbiistaag waa sababto qiyaastaan qaadana waxay tahay 4-4 derbiistaag waa sababto waxaan qaadana waxay tahay 10-ka wiil waxaa haqaa inay 10-ka wiil oo dhalinyara ee xaafadan degan inay 3 ka mid aado hadday 20 yihiin marka meeqa aada marka 4-10 waxay tahay derbiistaag waa derbiistaag marka waxaa derbiistaag waxay dembiyada dhiirgelaan 4-10 ama 3-10 kusoo gaaro xag jirku noqonaa marka waa la cunuga waxa waaye islaamnimadii waxaa si kale loo geliyey cunuga waxaa arkaysa adii dhanba maaragta aad ku arkirin ummadda dhan ma arkirin marka cunugiiaa bambo oo tuuriyaa aa kusoo gelaysa marka marka waxaan ti marka maxaad ka ceymin karta axmed maxaa ka ceymin karaa waxaa laga yaaba soo facebook saas u fiirsanaya caawa inuu arko ama youtubeka saas u fiirsanaya axmedo ninkaa meesha qeelinaya waa us yiraahdo okay ninkaa bal meesha qeelinba caawa dhegayso uu caawa fiirso dhegaysto uu markuu arki yiraahdo nio kaale ninka waxa uu sheegay waxbaa ka jiray baa inuu yiraahdo arrintaa raadi intaas bal waxa tan waxaa ka jeefad waxaa ka jeeftay maamulada ka jira waxaa arkayay midda kale iga xanuun badan waxay tahay meedihii laftiisa tusaale meedihii laftiisa waa meedihii dad expert ku ah aniga meedio kuma soo qaadan iskuul uma tegin shahaado ma hayso
لكن سيابا كلام كبرتن مركا واحد جرت الدد اكسبرت او اذا عدوا وين هكسو شغي اياه وحركة سبراها برشيد المركا يسوا فريستان دولد نمد الدي دايبا ورنيه او اذيك اللفتة دولد كجير جري او دولد سو شغي جري اما دولد سواك نيام كيدي اما حتى كوهس نول سيستم دولد كوهس نول ضرع عدن هينا اكجوكتا دولد عدن هينا اكجوكتا نبد قيد ادكو هل ليسو غربك ادك سنويسو حريد ادكو هل ليسو تدع سميستي محاة تدك هاد ادالك هاد او ديدي سمركا تراد وحا او كلية هاي دالك واقلدين وحا كسابة صار اسر صار مارك نباتات تالا وعيته وحكا دير قلنا نعيب كو دير قلنا اخذي كو دير قلنا دولة ديد كو دير قلنا يو شقيا مارك متغانا وحو شقيا مارك عادوكو صمالي وحو شقيا مارك وحو العاكي قاعدة تغانا قاعدة عادوكو صمالي وحا عاركا يسيقو ميت كبيدة هبينا سو قادونا واد قاركا تا داد اسبوع لا نين اوضي اسبوع لا اسبوع البكي يعني اذا عدا بيو ايد كسو شقي جري ايان اذو الله يعني وعوري دادك دولة التايقر قاركود ايو حوكو ترامي انا داد حينجين مركا قفتو ايدو احتاجير يسعو واح ايدو احتاجير سوارا دولة التايقر وطا دولة التايقر وابع عيب هاد يسوف دولة التايقر وين دولة التايقر اي عيب لغا ديجا حديد دولة ما أنت عليه تقالو قصص وأحمد ولقي دولة محمد سيرن إمتى كي دولة محمد سيرن بروح يسوي قدم بيس دولة عبد ما يسوي فرع دولة محمد سيرن بروح قدم بيس ولا دولة كل حكم غالة يتي عبد غاسي وما لين وحير وشقي مركا دولة كروي أحمد حديد دولة ما أنت بحسي سوي ترى أحمد ما دام وحن أتكش غير أسبوعي قليه العقد عن غالة دي لا ما بدي دي لهم وأنا قباب وأشق يستان قباب حدي قفت أسبوعي قل أنت أتكش غير أسبوع لكن بركو ورا سوا وح أتكش غير أسبوع أنا مهند أقنت الله ما هني ويلير أو مين سويس تاجي أو دتك قبل العين هاي أو هيره بالعين هاي أو دول دسيق تاجي راي وح وتهير وح كتر وح قلبي هاي كتر كاسو كلام مكان له لكن غضب وأديز أما إذا عد مرة بفكس خالص وحياه برشة النورين هاي من نمضة كشقين هاي وحياه بعد سكين هاي وحياه برشة هو القعد كشقين هاي إذا عد كشقين سكر أنا وانا دي رجليا شخصي أطابر تصالح ما كلية نبض أمني وحياس كلمة وحياة بدل ولا سكرة تصارن أختر واحد جراد برا برشيد وكل عشرة أنت بدل كسر دياري أو عارف ما تكهلا أو نظافة تكهلا أو عذرة تكهلا أختر كاسو كله برشيد أي أقام تيس وجودنا كاسو كله ليرجيل ولا ليرجيل ودود العكوسيس فيري مع واحد أختر كجورجي سفرية العتق هذا نايا والله عون قاسر وودير أركرون وودير برا برشيد كجرا والله ويل كاسك كفيع اختار كاسك ليلك سرنجر زيد زيد جيرك او انت سر سوش غينه وحاك خير بدن ويل كاسير او عاو كالي كليا عضره كدعه ما هو 10 كاس او كليا عضره كدعه او عاو فيدي وحا كفايس انت سو كل قف سومالي كفايس وحا ليابا كان مركا اختار كاي انو 10 كون اي فيرست فيديو غيسكن او كفايديستي كان وحا ليابا انتو شقيناي شن سنة كمدين ستون كون حتى أوسن أوسن وشغيل مارك ويل كان وحوق جارسي أقوم تيسي وحالا جاء فيديو غاس إنو فيرستو انت نرشي فيديو غاس ولي سنة في سنة مارك وحالا جاء بينو انت سو مليان أوقف انت سو كون أوقف إيه فيرستو بقول كون أو بقول أوقف أوقف أيا فيرستو وحالا جاء مارك انت دنينيسي أو كليا حنون يسمعني انت سو فكرتك قاتي عدو كليا حنون هدانا وحا إحير اللين ده كليا حنون هاي مارك هاسيب حكاية الأقوار ميشاس كوبي كوبي يو حكاية لفتود وحكاية للتلوين وحياة استعماله وعقله جذع هذا كلا وكان لبركة ويكاس يروح تركا براها برشيد كسر يدينا عذر هذا وحياة باس لقاله وهو في دي أغل هو في دي برشيد كسر يدي وهو ناسر كاسو كله وقال إن دي رجلي ودول دوحسيسه وهو وزارة عفوا إحير لسه مسك كاسو كله دي رجلي وعي رجليها وزارة الله بقى غصبه أنا تصالح أمني كان خلق أغانا نبض سلو أبوه سلو سمي تي وعيقنتي أيام قب فكس كسارة سي الله يلا نبض قليه وعيقن الله ما دانو إيش صابته وحياة ما مركان في شيء عاكم ذا بقول يصدق يصدق أرضي أو جامعة ده كده تدوسين صراحة كده أيام سؤال ويدي فالعاوي كده جيست سؤال شديد شيء قب سؤال ويدي هل سؤال أيام ويدي بقول يصدق يصدق أرضي أو كده جات تدوسين حمر بديه أيام سؤال ويدي بقول يصدق يصدق أرضي بفير يا أيام هل سؤال ويدي هل كان سؤال بقول الطور إلى باطن وحيد الله هل جاوي ولا نغضين سؤال شمعيد ما تغانا سؤال شمعيد قرقا ليقا قصة بحاية هذا قرقا قصة بحاية أي أضحى الله كل أنت قرقا هرتي سؤال بمبلغ قلنا قرقا هذا قصة بحاية أي هرتي سؤال أيضو لا وضضا مريسا بمبلغ قلنا وضضا ما وضضا هيركو عدو باورك يقرقو سؤال صامرة
wixii jidka maraay waa wadab jacdaho xaafada wixii alla wixii soo maraaya soo maraan wadadii la maraayay bambadii la gelina markaa qaratay maxaa sameyn hadeen waa su-aal sahla fiirya halkaa su-aal waa arday arday dugsi sare dugsi dhexe dugsi dhexe dhigtay dugsi sare dhigtay jaamacad ku jira waxaan waxa weydiino ya jawaabta ma taqaana iso baxda hal jawaab iso baxda oo layaab ugu noqota 120 hal jawaab isku noqota jawaabta waxay noqotay jawaab negative noqota oon ka naxo jawaabtii aan ku sheega marka maxay ahayd jawaabtu waxay ahayd wax la yaab ugu ah oo aniga aad ii cajib geliya tiyaa marka dawadeedii raadiyay marka tii dawadeedii waa helay marka meelaan ku qoray aad waa helay buugga oon ammaanka aan ka qoray ayaan raaciyay jawaabteeda jawaabtu waxay noqotay su-aashii markaan qofta weydiiyo horta qofta si fiican hadday saan ii fiiris ama hadday xoogaa saas ahayd action ay sumee horta dhug fiican ii fiira saas ilaha saas kadib saana leedahay maxaa ka wadaana waa sadbaalaysa qofta maxaa ka wadaana meelaha waa fiirfiirin labada gees waa fiirina markaas su-aasha maxaa ka wadaana wama su-aasha maxaa ka wadaa adoo guri kasoo baxaya ayaad waxaa aragtay gurigoo bambe la gelinaa wadadii hormaraysa maxaa sameyn lahayd anigo anigo nigo su-aasha su-aal qabdama nigo baddas inay gelisa maa su-aashaas nigo waxaas nigo waxaas lisama weydiiyo halkaasay jawaabtu noqonaya wa qofta derbiyada wax ku dhufane fiirisku wuxuu noqona saan markaas haddana saan iyo saan waa salaam calaygsana anigo soo firshi haddana labada gees soo firshi aniga marka qof ayla socta mogta kii la socda anoo fiirina inda uu sotaa qofta kaleu fiirina labada gees marka inta badan dadka saas ah haddana waxa weydiinaya waa qof ama aan aniga dadka int badan maaqa dhalinyada ninkaana yaqiin marka yarka jaamacadu dhig asiga labisa jaamacad dhiganay oo wadaay jaamacaday geganay yarka adigu saddex wiil oo dhalinyara saddex jaamacad waxaan tagna laba jaamacadood iyo laba iskuul dug sara laba iskuul aan tagna marka waa marka aan siraajka waxaan fiirinaya marka jawaabta wa isoo noqota saanay noqotay isaan isaan maxaa i weydiisay nigo baddas laysa mooydiiyo su-aal qaldan i weydiisay qofta waa dhaqaaqi marka damaan dhabarkii xijinay waa sii jeysanay jawaabta marka maxay noqotay jawaabta marka ja waa meeshaas jawaabta u batay dadku intaasi ka samaysayay marka sababta taas kalibeysa waxay tahay marka su-aashaas jawaabteeda waa helaani marka maxaa lagu xali karaa dadka dhibkaan ku dhacay maxaa lagu xali karaa wixii lagu xali karaa marka waa samaysta waa isoo baxday sababto a dhakhtarku wuxuu daweyn karaa markii cudur uu yimaado waxyaabaha hadda lafteeda loo baahaya waxaa ka mid a tusaalaa haddii aan ku yidhaahdo tusaale ahaan dhowr barna waa barnaamijhi aan ka sameeyey laakiin aan kusoo qaatay tusaale haddii aan ku yidhahdo labo 2+2 waa 4 jawaabtu waxay noqon laba haddii laba lagu daro waa 4 okay saddex haddii aan ku daro hal waxay noqonaysaa ayadana 4 haddaan 4 aan eber ku daro waxay noqonaysaa 4 haddana haddii aad fiiriso 1, 2, 3, 4 xisaabood waa kala tiibowa haddana maxsuulay soo wada saarayaan marka waxaa in wax laga qabta la rabaa marka maxaa keenay jawaabtii waa isku mid maxaa sabab ka dhigay inay saddex dariiq ayay ku yimaadeen haddana hal jawaab ayay noqdeen ama tusaale ahaan kasoo qabo isku dhufasho kale kasoo qabo haddii aan isku dhufasho kale wuxuu istimaadaa dad isla maxsuulkii mid lamida ayaad sidoo kale macnaha waa xisaab saddex xisaabood ama 4 xisaab noqon karta oo kala nuuca haddana isku maxsuul imaanaysa waa badan yihiin marka dhibaatada waddanka taallaa ayaa waxay tahay hadda waxaan aragnaa tusaale ahaan xasan sheekh markuu joogay sheekh shariif markuu joogay cabdullahi maxamed cabdullahi farmaajo hadda u joogo saddexdas wakti saddexdasba hal shay ay iskaga mid ahaayeena jirta oo isku wada maxsuul ay wada ahaayeen halka shay isku wada maxsuulka ahayeen waxay tahay shaygaas wuxuu ahaa ilaa hadda waxaan taaganahay baabuur socda oo soo soo socdo hotel ama meel ciidan joogo oo jackpointa inta yimaada isqarxinaya sooma qabno ilaa hadda taasaan qabnaa xasan sheekh wiil markuu ku joogana waa qabnay sheekh shariif markuu joogana waa qabnay laga soo bilaa cabdulla yuusuf ilaa hadda way socotaa baabuurkaas waa socdaa bambu wadaa wiilaas midaabmiyaha saaran ilaa hadda xal mu haynaa dowladahaas kala bedelan oon soo sheegay oo saddexda maamul ah saddexduba waxay taagayiin eber afartay taagayiin laba laba ku dar 4 saddex hal ku dar 4 4 eber ku dar 4 isku maxsuul waa isku meeshay taagayiin meeshay taagayiin macnaheedu waxay kamid tahay dowladahaasoo dhan waxay ilaa hadda
جول كسو كده لنا باور بمبيسن بمبود أكرا لسكرة سي شاب وانا كده لنا دول ده أكرا تيار أكرا شيء ثانو أكرا شيء ترى ده بلو بحال قرح كحسابي بلو بحال قرح وانا كده وانا كده لنا حل ملوي شو هالشيء سبيل وواحد بعدين إن دول ده ألفت إني حسابي سلطة الرب وواحد الرب حسابي كده إيه أيه دو هيدا أمام كهان حدي إيه إنه هين واحد ده بهالي كره إيه هيام بهذا اللقيا وانا كعنتي ده كجرت لكن سؤال شو هالشيء تقرأ حيتا وهو الب دتك إن لجوعي قل الشيء اللي بهاي والحد إذا وحن أيام قمنا لبعتان ليس إيه حلاقة طوبا أنت أوبا إيه حلاقة لكن أدي وأنا قف لنعين قف بك الشيء إن سيد وريها سكعان بحي إنه دتك دول النمدي وحي وريها سنة ورسوع النمدي ذلك سبده لو برا لبك وصع ده ومن جوس هذا كلبط أما ها 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 كلبط أو حلبو حلبو كدرة 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 هذا ما أنتوا على غلا مص مصر إنه مص مصر الله هذا ما أنتوا على غلا ده درع الله هذا شاري ما بلقى هالليمبر متفعت هذا يسوع شاري بب هو حوا ما نبغى حوا لك هلا ما نبغى ميري تاعك أنت مركب حلو بيه هنا إن شاء الله بدك كأنجز وعم مرة مرة بقول إن شاء الله هنا في شو كم تجينا إلى كم تجينا إلى رالا هذا وأكون إيرادي هذا اسمه هيدور وأكو سلامي محمد عبد الدهر ما شاء الله وأكو سلامي محمد داهر علي وأكو سلامي حسن الشغيو وايسر نمانتي نمانتي وايسلامي ذاتك قرنتي هذا إندي سلامي وعن جعل الله مركب ونكاس وريا انتو وعي قدرك لان يرد صمال يكون تحان بيج كيسا انتو واسيق وعي قلين ام واحد نغط نبص تيكو شيقلا انو بلين عحنو هذا هو التعسينة هذا هو حنا لكن تعرضو ومدة هذيك واحد تايش كشيرت لكن واحد اسكو تقاما واحد اسكو تقانو وواحد كلا لكن واحد عدوك تهي او دات كوية قانين عياتها مركا وتعرض يا كحسيس بركة قفل بق دلع بدي بالي لكن وحن كل شيء ده كاس إني كون توان وقرن كران كليته وعن جعل الله أنا قبل هستي أقدم بسيسين أنا برا مركن أو قدو جيسوع وعجل تعاوى إن شاء الله أكسر الطب يا سكوا بين إن شاء الله Yeah.